السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الخامسة من تختيم لعبة كراش الجزء الأول. زي ما تشوفوا وصلنا إلى مرحلة The High Road التي أعتبرها أنا واحدة من أصعب مراحل لعبة كراش 1. فقبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. Let's go. أوكي، هذه المرحلة. اوكي، اول موتة عندي 70، عندي زي ما انا مغطي شو اسمه الارواح، بس عندي 70. امشي شوي نط. اوكي نايس، يعني اني باخذ كل كرتون انا في اللعبة. عندنا نرجع. اوكي بسم الله. هذه بدايتها. كيس. اوكي الكراتين لورا يولو خليهم يولو. عبد الله بالتونا مبدين. ها هدي، ها نط زي الناس لا تخاف، لاني انط بخفيف. اوريدي خسرت 4 ارواح. ايوه انقلع. اوكي خلينا نغير جي. اوكي على طول عوضوني. خليها سلحفاة تروح بوم. ايوه كده لا يخلوك تلعبوا عليك. نايس. اوكي يا غبي ليش كده؟ اوكي هدي اضغط. ايوه قلت انا بتضربني هالغبية. وضعنا مو تمام، احنا بداية المرحلة. ايوه ضربه. ايوه لا يا حمار ليش؟ ايوه نايس. ها اوكي كيف في خنزير؟ شوف اللعانة فيهم، في خنزير ثاني. تعال نايس. شوركة ثاني او تشيك بوينت ثاني. Oh, nice. Okay. Aywa. Afa mo shortcut fakkarta aw checkpoint. Aywa hada hu checkpoint haqna. كيف ارجع؟
بغينا ننطق وما عندنا. مرة ثانية عبد الله اضغط اوكس. جبت العيد، جبت العيد يوم طح، جبت العيد. أسوأ محاولة. تردات. اوكي كسرنا هذا ولا ننزل تحت. نوت يا ابن الناس نوت. واو نايس. على آخر محاولة. يلا نكمل. خلصت الليفل. والله طلع أسهل من ما من ما تخيلت. أسهل بكثير. أو أني تحسنت وصرت أفضل، بس الأربع الكراتين بداية اللعبة لو أخذتهم كان حجبت الجوهرة. لا أوكي 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 وصلنا للقلعة. هذا الليفل صعب. انتبه انتبه. اوكي اول موتة. اوكي هننطشك الهيب تكون مرة عوار راس. بوم اوكي اوكي نايس نايس. ها بوم 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 بوم. اصفوري. كيف ادخل داخل هنا؟ اوكي هذه كانت مخاطرة. ليش زحلقت؟ للحين ما في شورت كات. نايس. شورت كات وين الشورت كات؟ مال الشيك بوينت. اوكي روح بسرعة روح. اركب اركب. اوكي لازم نوقتها بعدل. نايس. سريعين. وين الشورت كات؟ لحين ما شفت اي شورت كات. انا شك بوينت. شك بوينت الاول. حق امك ما بقى انا انطط عليك تالي اطيح. بي
اوكي ما مدى انا اركب. اوه ليش ترددت؟ نايس شوك بوينت. اوكي هذا الشيك بوينت حقنا. ما تطيح وتموت. بس هذا مراحل الجانبية الصعبة. 13 كرتون. نايس بدايتها على طول موته. بوم ارجع هنا. بوم اوي بوم 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 بوم. كيف اوصل هنا انا؟ مو نايس. اوكي خلاص اسحب عليها. سحبت عليها ورجعت من البداية. اوه تصير شوركت ها. اوكي نايس. محتاج تقلب عشان تصير شوركت ها. الحق اما الكرتونين دول داخل ما باخذهم. يعني 1000% بموت. خلصنا نايس. نايس اوكي. ممكن المرحلة الجاية تكون باص انتروبي. ممكن هذا المراحل اخذنا سحبنا على منطقة الجانبية. لا اوه هذه المرحلة ص ص ص ص ص لايتس اوت. المرحلة اللي فيها الليتات تنطفي او البربقة تنور لك المكان. صحيح فتحتاج انك تسرع. اوكي تعلمت حركة. بسرعة 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 بتنطفي بتنطفي. اوكي استعجلت. ما تستعجل. اوكي فيها فيران. عرفنا لازم نستنى. او شيت ما اشوف ولا حاجة. ما بستنى. يمديني استنى. خفت استعجل واموت.
اوه نايس. اوه اوكي. اوكي اوكي اوكي. كويس اني استنيت. بوم نايس. كله ولا استعجال. انتبه 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 كان بصير بانكيك. عندي بربقة. او ما مات ما مات. فكرت اني مات. كل لعب بالزوايا في هالمرحلة. توقع ننط عليك. صاير ظلمة من الجهة. او ليش صاير ظلمة كده؟ سريعين بعد. هون على الابو اللي دا 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 دا. نايس. قلع. خيانة قوية جدا. نايس. ما تحمسنا في النطة هالمرة. أنا قايل بكسرها ما بنت علي بموت من الخفافيش بس ما سمعت كلام نفسي. اوكي اوكي. شورت كات شورت كات. مال شك بوينت كله قول شورت كات. بررم. اوكي ليتس جو. اوكي وش فايدة هذا؟ يمدينا نروح سيدة؟ اوكي بعدها بقناع ما اخذته. اوكي ما يمدينا شكلنا نجين هنا. خلنا نروح سيدة هالمرة نسحب على خلصنا اوريدي. مافيش مافي. اوكي 27 كرتون من اصل 117 او 120. صعبوها هذول علينا. اوكي نايس.
تقريبا بدينا هالفيديو ب 47 شو اسمه روح، وهن عندنا 71. اوكي نايس، بس ناقصنا كراتين كثيرة. 1 2 3 4 5 6 7 الله يعينك يا كراش. مات كراش مات. هذا لازم نهدي. اوه تحرقني ها. نايس تبيه استعجل. نايسو نايسو نايسو. انا قلت ما طحت. شكرا. ايش في هنا اجل؟ الكثير من الوامبا فروت. في طريق فوق هناك. لا تنط على هذا طبعا. لا تصير دجاج على الفحم يا كراش. اوه لا تطيح لا تطيح. اوكي اوه يا حبيبي. يس نايس. فكرت اني بموت. اتوقعت اني اموت. اوف دلع. نايس نايس نايس. واحد اهرب اهرب اهرب. زين عندي بربقتين كان الحين مات. نايس اخذنا الجوهرة. ترابا ترابا. اها وصلنا للباس دكتور نتروس بريو. ان بريو اتوقع اختصار اسمه. نهرب من البنفسجي ونضرب الاخضر هذا اللي اذكره. اوه دمه طويل. اوه انط علي.
انط علي. اوكي نايس. اتوقع اخر شيء يتحول يصير عملاق. مرة الباص فات أورينا حقه صغيرة مرة. ناس باقي لي ولا واحد لهالدرجة سهل. أوكي ما أعرف كيف أغلب. شيت نايس. اوكي اوكي وقف على الحجرة واضربه. نايس كيف على حظي اخر ضربة قتلني. والله قاعد امت عليهم بس ما ادري كيف قاعد كيف قاعد اموت. استنى لا تستعجل كنت عليه بسرعة. ضربته وصابني كيف ما ادري. نسيت انه يرمي بعد ما دبنا. Let's go. Okay, nice. وصلنا ليه مع البربقة. نايس نايس. ايوه ضربه باقي بس. ها ما تقدرش تطير. ما ادري ليش كل زعماء كراش ما يتمرنوا رجل. كله ابر بادي. No lower body. شو هذه Stormy Ascent هذه مرحلة كانت مقطوعة من اللعبة الأصلية. بخلي لها فيديو خاص. خلينا نروح لللاب قبل كورتكس. باقي مرحلتين قبل كورتكس. يلا نخلص اللعبة مرة واحدة. أوه. نايس. very very nice. كيف قتلني هذا؟ اوكي تبعد عنه. بوم بوم بوم. قال ان في قنبلة. عارف ان واحد منهم بيكون في قنبلة. نايس اوكي. شك بوينت سريع.
انا متاكد اني جبت العيد، ما يبغون هذا اكثر الكرتون لفوق. نايس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نايس، جاينك يا كورتكس، جاينك قريب. اوكي هذا لازم نلعب عليه، نروح يمين وروح يسار. نايس، حق امك. alright قلع. أوه طب أنا أقدر أسوي كده. كان أتحمس زيادة. باي باي. بوم. الله يتسكر. نط نط. ما انتبهت. كده اتحمس. الجوهرة. ما في جوهرة؟ ما في. تردد. بيودال. اها هذه من المراحل اللي لازم ما تموت عشان تحصل جوهرة. The Great Hall. اوكي اخر مرحلة قبل كورتكس. اوه في مرحلة اضافية. دقيقة خلينا نشوف ايش السالفة. اوه هذا لو حصلت كل المجوهرات اقدر اروح العبها وحصل شيء ما ادري بالضبط. بس اتوقع انا وصلنا لكورتكس صح؟ ياب الباص الاخير. اذكره صعب لكن في صعوبة هذا الباص. دام يو كراش. والثيم حقه رهيب. دام يو كراش بانديكوت. الاخضر صعب مرة. كراش بانديكوت. خد بس انتبه لا تقدم وتطيح. نايس. والله عصير مربع. والله نبطيت كيف صابتني يا حمار. لا ضربتها وضربتني يا حبيبي. خد. أو 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 هدي. كل اوكي اعطوني بربقة. مت كثير يعني لا اعطوني بربقة. قلع. بلا روح يسار ثاني يمين.
اون توبه لازم شو اسمه ما اضرب واحده. اوكي الحين جرب حركه انك تبقى من دي الجهه وتروح يمين. نايس ما قدر يضربه. نايس يوه كرباء. اوكي اذا خلصنا كراش ون اوكي اوكي اتمنى عجبتكم الحلقه وسلسله تختيم كراش 1. بس بعدنا ما نخلص باقي مهمه ستورمي اسنت. هذه مهمه قصوها وما كملوها او ما حطوها في اللعبه الاصليه لانها كانت مره صعبه بس نزلوها للريميك. فان شاء الله في الحلقه الجايه قبل لا ابدا كراش 2 بل بخلي فيديو مخصص لهذه المهمه لانها مهمه صعبه. فأتمنى أن الحلقة وسلسلة كراش 1 عجبتكم بشكل عام. لا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات أول ما تنزل. وإن شاء الله بأشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.